بعد الأردن ومصر والإمارات وفرنسا، أمريكا تخطط لإنزال المساعدات من الجو لسكان غزة المحاصرين حسب ما نقل موقع أكسيوس. المساعدات التي تحدث عنها البيت الأبيض تشمل مواد غذائية وطبية ستلقيها طائرات سلاح الجو الأمريكي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، خاصة في الشمال المهدد بخطر المجاعة. القرار الأمريكي هذا يتزامن مع تقارير أممية حول منع إسرائيل المساعدات من الدخول للقطاع، إذ إن المساعدات المسموح بدخولها انخفضت إلى النصف مقارنة بشهر يناير، كما أن إسرائيل استهدفت حشوداً من الفلسطينيين غربي غزة كانوا ينتظرون وصول المساعدات. القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليهم بشكل عشوائي وقتلت أكثر من 100 شخص. وكذلك استهدفت إسرائيل الأسبوع الماضي قافلة مساعدات تابعة للأونروا كانت متوجهة لشمال غزة.